اليوم نعطيها انا 2000 ريال وقول لي مشي للسوق وتقدا ديك التقديه اللي تقديت انا وشوف شحال غادي يشيط لي وشوف شحال غادي يشيط لي. صبرت ليه ايه؟ صبرت ليه المره الاولى، صبرت ليه المره الثانيه، وهاد السيد ما كيسكتش، تيبقى يتكلم وتيبقى يهضر. اسيدي الا ما عجبتو شي ما قلتي انا شغلو انا اللي طيبتها بيديا والناس كتعرفني. على 40 ريال بقات لي في جيبي، دار لي واحد المشكل والله ما سكت ولا حجب وقدام الناس ها هما كيتصدوا ليا ويعاود يكرر ويكرر ويكرر ويقول هاد الهضره ثاني عاود قدام حنا الناس مجموعين والناس كلها مجموعين. وتيقول تيقول لك انا عطاني فلوس تقديه ومشيت تقديت، شريت الكرافس، شريت لي قمه، شريت تحميره ومن فوق ونسيت اللحم وكلشي اللي وقع الغديد. صبرت ليه واش غير هو اللي معروض؟ راه معروضين كاع الناس كلهم، راه الاحزاب كلهم معروضين، راه معروضين كاع الناس، راه منهم البرلمان. خليه يخرج يمشي مشي الفاز اسيدي يشرب حاجه الفاس. لا جي عندي انا، لا جي عندي انا. هذيك الحلاله اللي كتشوف راه مخيومه عليا ب 60 درهم، راه فيها وجدت من جيبي، راه مخيومه عليا ب 60 درهم. خرج من السوق وسول على الخضره، سول على القزبر، سول على المعدنوس، خصك تشوف اش فيها، تحميره، وزر، سكين جبير. اسي هادشي هادشي اللي تيقول هاد السيد هذا ما مفهومش. داكشي قلنا غادي نمشيو مجموعين عند السيد وحنا كل واحد فينا اتفقنا باش نمشيو معروضين ونفطرو عنده في هاد ليلة رمضان، وكل واحد اتفق فينا باش يعطي واحد النصيب داكشي اللي قسم الله باش نديرو واحد البرمة ديال الحريرة وناكلوها عنده وهو عارض علينا، وعطينا واحد البركة، كل واحد عطى واحد البركة باش يمشي يتقدى في السوق ويصوب لنا الحريرة. واش اسيدي تقدى من هنا ومن هنا ومن هنا وعاوننا باش يجي يمشي الحيمات، واش جابنا على الخضرة ودارنا الحريرة كتر فيها التحميرة. انا كنظن سيادنا بالعالي حمضها وحررها وعرفني انا ما كناكل شيء الحرور وداكشي قاصح عليا ومانع عليا على الطبيب، وراه دارنا الحريره حررها وحررها عليا. لا 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 سيدي ماشي هكذاك، ماشي هكذاك اللي كيعاودو، ماشي هكذاك كيعاودها، ولكن عنده الزهر، عنده الزهر اللي ما شريتهاش ليه كلها شكلاط، ونخليهم لا فطور يفطروا الشكلاط.